نسمع اول سؤال معانا من السيد عفاف من المنصوره. استاذ عفاف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا حاج عفاف. طلعت طيب يا حضر الشاي. وحضرتك طيبه وسعيده وفي نعمه وبركه وفتح وتوفيق. حاج عفاف الصوت بيقطع. ايوه يا حضر الشاي. طيب ما تتحركيش او اتحركي المكان الشبكه فيه احسن يا حاج عفاف. الزمالك كده سامعني؟ كده سامعك. اتفضلي يا حاج عفاف. اقول لك جوزي على طول كده واقعد من غير شغل وعلى طول يحلف يمينات ورد 3 يمينات قبل كده. طيب. حلف عليا يمين بقالي 3 شهور. روحي طالق، انت طالق بالثلاثه تعب زي امي واختي. فهو عايز يرد اليمين وانا مش مقتنعه برد اليمين دي لان هو رد 3 يمينات قبل كده. طب هو فين الحاج، فين الحاج زوجك؟ زوجي بقى، وانا بسالك انت فضيله الشيخ عشان انا محتاره لان هو كل يوم ماسك فيا. وانا سالت المأذون عندنا هنا في البلد قال لي يا بنت انت من المحرمات عليه، انت ما عدتش تجوزي له. والمأذون ماله يفتي ليه المأذون؟ هو المأذون دوت ربنا جعله عشان بس يبوظ الدنيا. بص يا ستي، خلي الحاج، انت خليكي قاعده جنبه كده وخدي رقم التليفون من كنترول واتصلي بيه وانت قاعده جنبه كده، او خليه يتصل على 107 في دار الافتاء وانت قاعده جنبه، وخليه يسال في الطلقات كلها وهم هيسالوه او انا هساله في الطلقات كلها، وان شاء الله ربنا يجعل كل خير. احنا جايين على العيد، ربنا ان شاء الله يقدم كل الخير ان شاء الله. معانا الاستاذه رجاء من الجيزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ رجاء. ازيك يا شيخ، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. لو سمحت حضرتك عندي سؤال بس. اتفضلي. انا عندي ابني كبير، انا اولا جوزي متوفي. الله يرحمه. ابني كبير ما بيصليش خالص، منقطع عن الصلاه، وده تعب نفسيتي وبزعل ان انا بخدمه، بستخسر ان انا بخدمه والله. هو ليه بس، ليه بس كده؟ ليه 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 منقطع عن الصلاه خالص يا شيخ والله؟ انا مش عارف. طيب قولي لي بس، هو منقطع عن الصلاة وسنه كام؟ دخل على 27 سنة. طيب 27 سنة، حصل أي حاجة ولا هو دوت انقطع عن الصلاة من يوم ما والده توفي؟ هو من قبل ما والده يتوفي، يعني هو كان والده بيصحبه معاه من الجامع، ياخده الجامع، وكان بيروح، بس كان بيروح بعافية برضه، بس بعد ما مات. يعني هو طول عمره طول عمره انتوا بتودوه المسجد بالعافية؟ بنوديه بالعافية. أنا مش عارفة والله. وبعدين هو دايما بيجي عليا وبيسالني دايما، ودايما انا غلطانه عليه بسبب الموضوع ده. طيب. دايما عصيني على طول والله، ربنا يعني. طيب انت بتساليني تعملي ايه معاه؟ انا جبت له شيخ هنا وقال له اقرا، انت لو بتاخد حاجه بطلها، بس هو ما بيشربش حاجه، والله اعلم بقى حاجه من ورايا ده ولا ايه، ما اعرفش، الله اعلم بالموضوع. هقول لحضرتك تعملي معاه ايه، بس ما تتاثريش وما تجيبلوش شيخ يقرا عليه لو سمحت. يعني لو سمحت. شيخ الجامع، شيخ الجامع المنطقه اللي احنا فيها بس. يعني كلمه مش يقرا عليه، وما عندوش عفاريت ولا. كلمه وانصحه وقال له دي النصيحه، وقعد ينصحه كتير وكتير. طيب. واسمع كلام امك عشان امك ترضى عنك، ويمكن كل اللي بيحصل لك ان امك مش راضي عنك. طيب يا ست رجاء، ست رجاء انا هقول لك شويه نصايح، وبرده خدي رقمي من الكنترول وخليه يكلمني لو تكرمتي. بص يا ست رجاء، اول حاجه انت قلتي لي سر القصه اللي هو فيها دي، ويا ريت كل الاهالي اللي بيسمعوني يعرفوا ده. لو سمحتوا ما تجروش عيالكم للمسجد، ما تضغطوش على عيالكم عشان يروحوا المسجد، لكن حببوا عيالكم ان هم يروحوا لحبيبهم، ويتعاملوا مع الكريم، ويتعاملوا مع ان الواحد الذي ابدا لن يمنعهم ان هم يكلموه ويسمعهم. علموهم ان الراحة في كلام مع ربنا، علموهم ان الراحة في الدعاء، علموهم ان الراحة في خلوة مع الله، علموهم ان الصلاة دي هي راحتنا، هي سعادتنا، هي الباب المفتوح اللي بيخلينا مش بس نوصل لأماننا ونوصل لأحلامنا، لكن الباب المفتوح اللي بنوصل بيه إلى الوصل إلى ما فوق السعادة، وإن يكون عندنا سند وعندنا ظهر وعندنا إحساس بإن احنا في حضرة الحفيظ سبحانه وتعالى. كلموا أولادكم عن جمال ربنا سبحانه وتعالى. بس دلوقتي احنا عندنا ابننا 27 سنة، ف27 سنة
فهو اتملى بكل ما حملناه من صغره. طب هو ايه الحل؟ الحل ان هو لازم نشوف حد قريب منه. وانا اسف يا استاذه رجاء، بعد اذن حضرتك، احد المشكلات اللي بينك وبين ابنك ان انت ما زلت حتى الان بتتعاملي معاه على انه ابنك الصغير اللي انت هتعاقبيه. ابنك عنده 27 سنة، ابنك بقى راجل، ابنك ده راجلك. انا عارف ان انت بتكلميني عن الصلاة، واول ما حد هيكلمني عن الصلاة لازم انا صدري يلتهب واقول لا لازم وما تخدمهوش لا، كل الكلام ده اللي انت بتعمليه معاه ده هيزيده نفور ويخليه يحس، اقول لك وما تزعليش، هيخليه يحس ان الناس اللي بتحب ربنا عندهم اسود قلب كده. ابنك محتاج ان هو يحس ان الدنيا طيبة، ان الدنيا حنينة، فيحس ان التدين بتاع حضرتك خلاكي قلبك طيب وحنين، ما خلاكيش محموقة، خلاكي رحيمة بيه، خلاكي طيبة معاه. مش لازم تهدديه، اوعي يجيلك بقى فالك. يبقى اول حاجة قلنا ان انت لازم تتعاملي معاه على انه كبر وخلاص، وهو دلوقتي مسؤول عن افعاله. الحاجة التانية حسسيه ان الدين ذاتك طيابة. الحاجة التالتة ارجوكي ما تعيشيش شعور ان انت حصل ايه، ان انت فشلت في تربيته فيبقى هو سبب فشلك. ما تعمليش كده، لو عملت كده هيبقى في حاجز بينك وبينه. دلوقتي انت لازم تتحولي مع ابنك في دور المستشارة. لما تتحولي مع ابنك ده هو هيبتدي يكلمك، هو اكيد في حاجة بينه في حياته خليته يعمل ده، منها ان هو كان بيتعامل مع ربنا على انه ايه اللي حاصل ده، بقى بصلي لربنا عشان يرضيكي انت ووالده، فايه اللي حاصل؟ فاول ما يبتدي الضغط هيترك الصلاه. فاحنا محتاجين نعمل مدخل تاني. ايه خلاصه اللي بقولك؟ محتاجين يبقى في مدخل تاني للمعامله مع ربنا، مدخل بيبني على ان ربنا هو اللي في حضرته بتكون السعاده، اللي في حضرته بتكون الراحه، اللي في حضرته بنتخلص من ضغوطنا، اللي في حضرته بنرتاح من كل مآسينا. هو ده اللي انا بنصح حضرتك بيه. معانا الاستاذ احمد من اسكندريه. السلام عليكم استاذ عمرو. اهلا كرام. اهلا وسهلا استاذ احمد. انا طالب بس من حضرتك انك تدعي لي، لان انا في محنه شديده في البيت هنا. يعني حضرتك يعني طالب منك الدعاء، يعني في علاقه سيئه بيني وبين زوجتي، هي سايبه البيت من شهر 12. طيب انا مش بس ادعي لك، انا ادعي لك انا والساده المشاهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الأيام المباركات دي وفي خواتيم هذا الشهر المبارك أنه يصلح ذات البين بينكم، وأن يجعل بيتكم يتملي بالمودة والرحمة. في نيتي كلها خير يا دكتور عمرو. ويطيب خاطرها إن شاء الله. إذا كانت نيتك خير هاتها وتعالى، وتعالى على مركز الإرشاد الزواجي، وتعالى نتكلم، لأن الحاجات دي بدل هي ثابت البيت يبقى هي فيه، إحنا محتاجين تدخل من خبير عشان يقدر يزيل العوائق اللي بيننا، عشان نقدر فعلا نرجع لبعض بطريقه صحيحه. نعم. استاذه ياسمين من القاهره تتفضل. السلام عليكم يا شيخ احمد. انا عمرو يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، دلوقتي انا زوجي بيعرف واحد عليا. عرفت منين؟ انا عرفت، اتاكد، جالي تليفونات وغير الصور اللي انا شفتها بعيني. يعني جالك تليفونات وصور؟ فانت الصور دي مش مفبركه ولا حاجه؟ لا ده لسه من قيمه 10 ايام بالظبط. ماليش دعوه، ما هو الفبركه مالهاش دعوه بالتوقيت يا استاذه. استاذه ياسمين انا بسالك دلوقتي، انت اتاكدتي ازاي؟ يعني دلوقتي في حد اتصل بيكي؟ في حد اتصل بيكي؟ في واحده اتصلت بيكي قالت لك جوزك بيعرف واحده ثانيه عليكي؟ طب سؤالي، هل هي بيعرف واحده عليكي ولا اتجوز عليكي؟ لا هو بيقول لي انا ما اعرفش حد، وكل شويه بيكذب عليا كتير. فعم الشيخ انا قلت له خلاص العشره ما بيننا خلصت، فمش هينفع نكمل. طيب يقول لي مش هقدر بنا يطيب خاطرك يا رب، ويمسح على قلبك، وان شاء الله ويجعل قلبك ان شاء الله في امان وفي حفظ من الوجع ومن الالم. طب يا استاذ ياسمين، استاذ ياسمين بس خليني قبل ما تقولي لي عايزه مني ايه. اول حاجه بس عشان نقدر نتعامل مع ده، المساله دي لو كانت فعلا حصل حاجه فاحنا دي ما بتبقاش نهايه العالم،
ومش لازم يبقى القرار هو قرار الانفصال. احنا محتاجين نبص للمسألة بشكل دقيق وبشكل فيه نور وفيه اعتماد على مدى ربنا. اتفضلي، انت كنت لسه بتكملي كلامك، اتفضلي. حضرتك دلوقتي انا بقالي 10 سنين بالظبط عمال الم وراه، وقفت معاه كتير. قصدك يعني ان انتوا عندكم، قصدك ان انتوا كان عندكم ازمات وانت بتلمي وراه في الازمات كتير ولا بتلمي وراه في علاقاته النسائيه؟ ايوه حضرتك في علاقات كتير. طيب وصبرت وقلت اقعد عشان خاطر ولادي. متجوزين بقالكم قد ايه يا استاذه اسمين؟ 10 سنين. يعني انت متجوزين بقالكم 10 سنين، عندكم اولاد؟ 3 اولاد. طيب اكبرهم طبعا 9 سنين وبعدين 7 وبعدين أيوة مثلا 4 مثلا 4 ونص مش كده؟ 5 6 وسنتين ونص. طيب يا ستي، طيب انت بتساليني بقى تعملي ايه في الوضع اللي احنا فيه ده؟ حضرتك انا تعبانه، ان هي كمان اللي بيكلمها دي مرات صاحبه، يعني مش واحده، مرات صاحبه اللي هو كان معاه شمال. يعني هو دلوقتي انت عرفتي ده ان في حد كلمك، راجل ولا ست اللي كلمتك؟ هي نفسها اللي كلمتني. فكلمتك ان هو بيجري وراها يعني؟ بتقول لي لا ابعدي بعيد عنه وكفايه عليكي كده. طب ما هي متجوزه. ما هو هي ايوه متجوزه، فانا بقول لها انت اللي ما بينك وما بينه، بتقول لي ده حاجه تخصني انا وتخصه هو، عشان هو بيحبني وما يقدرش يستغنى عني. طيب فانا بقول لها خلاص حضرتك ما فيش اي مشكله، انا عن نفسي هبعد. بصي يا ستي، عشان بس ايه نبقى واضحين في ده، واضح ان المساله دي مساله ما هياش سهله كده، واضح ان في لخبطه، وزوج حضرتك بدل بيكذب عليكي يبقى هو مازال حتى هذا الوقت حريص على البيت. احنا اي حد بيجي يقول لنا ان في خيانه او في علاقات مش مناسبه ما بنقدرش نقول له اي حاجه تتعلق بالانفصال، واوعى اي حد يعمل كده. اوعوا حد يجي يكلمك على هوا وتيجي يقول لك ده كذا 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 وتقول له روح انفصل. انت كده مش امين. لازم تشوف الحاجه بدقه، ولازم يبقى فيه تقدير للحال اللي احنا فيه، ولازم نعرف هو ايه اللي بيحصل. مش ان احنا بنبرر قلة الادب ابدا، محدش بيبرر قلة الادب ولا الخيانة، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في ما بعد مسألة وقوع الخيانة او وقوع سوء الاخلاق. احنا بنبرر، بنشوف ازاي الاسرة تفضل، فلازم نتكلم بشكل صحيح. حتى عشان لو في انفصال يبقى لازم يكون بالمعروف، لازم يكون التسريح بإحسان. فعشان كده لازم تقرأ المشهد كله صح وتسمع من الطرفين. فلذلك أستاذة ياسمين رأيي لأ، ما تعمليش أي إجراء فيه ليه علاقة بالانفصال، وتفضلوا وشرفونا في مركز الإرشاد الزواجي، لأن ده لازم يبقى فيه تدخل من خبراء في هذه الحالة. الحالة دي لازم عشان يقدر إذا كان هو مدمن للعلاقات دي وانت لن تستطيع ان انت تتعاملي مع ده، ساعتها هيكون في قرار لا ده هو مش مدمن، ده هو في خلل بيخليه يقع في ده وفي بيئه معينه بتسمح له بانه يقع في ده، هيبقى عندنا اجراءات تانيه وحلول تانيه في التعامل مع المساله دي.